أرحب بضيفنا سيد مارك بوتينغا العضو في البرلمان الأوروبي، وحدثنا من بروكسل. سيد مارك، الغارات الإسرائيلية على غزة تتكثف في هذا اليوم 18 من الحرب، عدد الضحايا اقترب من 6,000 قتيل أو شهيد أغلبهم من الأطفال، ما تعليقك؟ الأمر مروع، هناك أكثر من 2000 طفل فلسطيني قتلوا في الأسابيع الماضية في غزة، وليس هناك رد فعل من الاتحاد الأوروبي بالإدانة، فالاتحاد الأوروبي لا يدين ذلك، وأكثر أهمية الاتحاد الأوروبي أيضا لا يسعى وراء وقف إطلاق النار، ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى لمنع القنابل من السقوط على رؤوس المدنيين ولإيقاف التطهير العرقي الذي يحدث في غزة أيضا. أنت كيف تفسر هذا الموقف الأوروبي؟ للأسف على مدى عقود من الزمن رأينا أن الاتحاد الأوروبي أثبت وباستمرار عدم قدرته على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي. هذا أمر مفجع ومروع، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يفعل هذا لأنه يعتبر إسرائيل شريكا ولهم مصالح جيوسياسية معها، وهذا يعتبر حسابات خاطئة، لأنه لا يمكن لنا أن ندافع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا وأن نتجاهلها في فلسطين. ما يفعل في غزة الآن لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل حدوثه في أي مكان في العالم، ولكن لأنه في غزة هم لا يهتمون. العكس ما نراه في الحقيقة، الأوروبيون أغلب الدول الكبرى الأوروبية تدعم إسرائيل وبشكل مطلق. اليوم ماكرون في تل أبيب قالها صراحة أنه يدعم إسرائيل في هذه الحرب، ألمانيا كذلك، بريطانيا كذلك. ألا يخشى الأوروبيون من أن يكونوا شركاء في هذه الجرائم التي ترتكب في غزة؟ أنا قلق جدا بشأن هذه المسألة، وأعتقد أن موقف الكثير من القادة الأوروبيين غير مقبول. أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ذهبت إلى إسرائيل وهي حتى لم تطالب باحترام القانون الإنساني الدولي، وهذا أمر أساسي. اليوم هناك هجمات على البنية التحتية المدنية في غزة، وهناك أناس مدنيون يقتلون، والاتحاد الأوروبي لا يدافع عن حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، بينما هم يزعمون ويدعون في العالم بأنهم يدافعون عن القانون الإنساني الدولي. ولذا فالاتحاد الأوروبي يفقد مصداقيته، لأن الدول في العالم كله يتساءلون كيف تدافعون عن حقوق الإنسان في أماكن مختلفة ولكن لا تعملون الشيء ذاته في غزة. سيد مارك، هناك اجتماع أوروبي مرتقب يوم الخميس في بروكسل، برأيك ما الذي يمكن أن يتم فيه؟ هناك الكثير من النقاشات والمحادثات، وهناك بعض القادة الأوروبيين اتخذوا موقفا شجاعا بسبب أن أغلبية الناس في العالم يريدون وقفا لإطلاق النار، لذلك سيكون هناك نقاشات موسعة، وأمل أن يكون هناك ضغوط تمارس على إسرائيل. وأعتقد وآمل أن يكون هذا الموقف مختلفا عما رأيناه من إيمانويل ماكرون وفون دير لاين، وأن يكون هناك طلب بوقف فوري لإطلاق النار واحترام للقانون الإنساني الدولي. وإن لم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا فإننا لن نفقد مصداقيتنا العالمية فحسب، ولكن كل حقنا ومصداقيتنا في الحديث عن حقوق الإنسان أينما كانت.